بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة مراجعة العملي الخاصة بالماتلاب، هناخد أهم حاجة في العملي اللي هناخده هي إدخال المصفوفات. يعني هنقول الفانكشنز اللي احنا عايزينها: إدخال المصفوفات، تدخل مصفوفة سواء 2 في 2 أو 3 في 3. تاني حاجة، إزاي تجمع مصفوفتين مع بعض، مصفوفة A ومصفوفة B. ده ممكن تمرين يجيلك برضه في العملي. ازاي تطرح مصفوفتين من بعض، ازاي تجيب الترانسبوز. الترانسبوز ده اللي هو تدوير المصفوفة، ازاي تجيب المحدد بتاع المصفوفة. يبقى جمع طرح ضرب للمحدد. طبعا المحدد بتاع المصفوفة ده بيبقى موجود، بيجي المصفوفة عادة بتبقى مصفوفة مربعة 2 في 2 أو 3 في 3، والترانسبوز بتاع المصفوفة. يبقى إذا أنا هركز على العمليات في العملي، على العمليات الحسابية الخاصة بالمصفوفات. يبقى جمع طرح ضرب المصفوفات، ترانسبوز تدوير المصفوفة، يعني ديتيرمنت اللي هي محدد المصفوفة. يعني بيقول لك إيه، هناخد الصم والترانسبوز والدياجونال. لو أنت جت تو جيت ذا صم اوف إيليمنت إن إيتش كولوم، لو كتبت صم، لو جيت على ماتريكس إيه وكتبت صم إيه، هيجيب لك المجموع بتاع كل العناصر لكل عمود. لو كتبت صم ايه واحد، صم ايه واتنين، يعني هتجيب العمود الاول، هنا هتجيب العمود التاني. عشان تجيب الترانسبوز بتكتب ايه، والعلامة اللي فوق دي يجيب لك الترانسبوز بتاع المصفوفة. صم ايه ترانسبوز، صم ايه ترانسبوز، وكل ترانسبوز هيديلك صم بتاع المصفوفة هي. دياجونال ايه، يعني بيجيب مجموع. انا الاوامر دي اللي بالاحمر دي اوامر ماتلاب، فمطلوب ان انت تدخل مصفوفه ايه، بعد كده تجرب الاوامر دي. الدياجونال دي اي اي جي اوف ايه، دي مجموع يديك ايه، مجموع العناصر بتاعت الدياجونال بتاع الماتريكس ايه. الدياجونال دي اللي هي عناصر القطر الرئيسي، عناصر القطر الرئيسي. يعني دياجونال ايه اللي هي دي اي اي جي اوف ايه، ايه كابيتال، يديك مجموع عناصر القطر الرئيسي للمصفوفه. يعني لو القطر، لو العناصر، يعني هياخد القطر الرئيسي مش القطر الاوف دياجونال، ويجيب مجموع العناصر بتاعته. ده معنى كلمه دياجونال. صم دياجونال، دياجونال اوف ايه، دياجونال اوف ايه هيجيب لك عناصر القطر الرئيسي. صم دياجونال اوف ايه هيجيب لك مجموع عناصر القطر الرئيسي. صم يعني مجموع، دياجونال ايه هيجيب عناصر القطر الرئيسي. صم اللي هو مجموع عناصر القطر الرئيسي. اللي احنا بنتكلم عليه الماتلاب انفايرمنت. يعني انت لو عايز تدخل سكيلر بتكتب مثلا سي، سي سكيلر يعني حاجه مش مصفوفه، فسي تساوي 16. عشان ادخل فيكتور بي، فيكتور متجه، يعني دي حاجه متجهه، ده يعني مصفوفه من صف واحد او عمود واحد. فدي عباره عن بي، دي عباره عن فيكتور، فيكتور مصفوفه من صف واحد او عمود واحد. فدي بي بقى قوسين مربعين، بكتب 16 3 2 13. دي عباره عن مصفوفه من صف واحد. عشان مصفوفه ادخل مصفوفه، انا عايز ادخل مصفوفه ايه، فبكتب 16 3 1 12. على فكره دي مصفوفه 4 في 4، دي كده الصف الاولاني، الثاني، الثالث، الرابع، فتديني مصفوفه 4 في 4. الصف الاولاني فيه اربع عناصر اللي هم 16 و3 و1 و12. الصف الثاني في مجموعة 1 12 11 7 وهكذا. السب سكريبت لو عايز توصل لإيليمنت في المصفوفة، فأنت بتكتب A of I و J. A of I و J اللي هو A of I و J، يعني 4 2 بتوصل للعنصر اللي هو الصف رقم 4 العمود نمرة 2. الصف رقم 4 العمود نمرة 2. لو عايز توصل ل ايه 8، ايه 8، ايه 8، هتجيب المصفوفه رقم 8. مصفوفه رقم 8 دي هو معتبر الاولاني، العمود الاولاني 4، وبعدين الثاني 4، والثالث 4. ف ايه 1 4، يبقى الصف الاول عمود 4، تمام. ايه 2 4 الصف الثاني عمود 4، الصف الثالث عمود 4. يبقى انت جبت عناصر، مجموع عناصر العمود اللي هو رقم 4 ده كله على بعضه. هو بيوصلني او بيفهمني ازاي انا بوصل لعناصر
ازاي انا بوصل لعناصر المصفوفه؟ ان انا بحدد رقم الصف الاول وكوما رقم العمود، تمام؟ ده اسمه السب سكريبت. برضه الكولوم اوبريتور، لو كتبت من 0 ل 19 او مثلا كتبت اكس من 0.1 ل 10 هتكون متجه بدايته 0 ونهايته 10، وكل خطوه 1 من 10، كل خطوه 1 من 10، يعني انت بادئ ب 0 وبعد كده 1 من 10، 2 من 10، 3 من 10، 4 لحد ما توصل ل 10. كيو، لا انت ممكن برضه تكونه كده، الرقم الاكبر يبقى في الاول والنهايه 0 والماينس 7، يعني اول عنصر هيبقى 100، اللي بعده 100 ناقص 7، اللي بعده 100 ناقص 14، اللي بعده 100 ناقص 21، وهكذا الى ان تصل لايه؟ للزيرو. ده بيسموه كولوم اوبريتورز، تمام؟ الماتريكس اوبريشن، وهو ده اللي انا مركز عليه، ازاي تجمع مصفوفتين A زائد A ترانسبوز، ازاي تضرب مصفوفتين A في A ترانسبوز. على فكره العلامه اللي فوق دي معناها ترانسبوز، يعني تدوير المصفوفه، انما A تايمز A ترانسبوز دي اللي هي العلامه اللي هي بقى دي علامه في، ودي علامه تدوير المصفوفه، فمصفوفه في تدويرها، كويس؟ فبيقول لك تشيك اذا كان A ترانسبوز في A أكبر من مثلا A في B، تمام؟ الديترمنت دي الحاجات اللي الأوامر اللي أنت هتنفذها في العمل. ديترمنت دي اللي هي محدد المصفوفة، فأنت بتدخل المصفوفة A وبعد كده بتجيب الديترمنت. انفيرس أي إن في أوف A دي مقلوب المصفوفة. أنا مش عايز أكتر من كده، جمع وطرح وضرب وديفيجن وباور وترانسبوز والانفيرس والديتيرمنت والترانسبوز، دي الحاجات المهمه في الامتحان العام، هو ده اللي انا عايز تركزوا عليه. يبقى اذا الامتحان العام اللي هيبقى ايه؟ ادخال مصفوفه او اتنين وتجيب مجموعهم، طرحهم، المحدد بتاعهم، التدوير بتاعهم، مقلوبهم. دي الحاجات المهمه في جزء الامتحان العام. والف شكر.